المهرجان مميز لأنه هو في تنوع حقيقي على مستوى الدول المشاركة، على مستوى طرق معالجة الأفلام. يعني إحنا بنشوف أفلام بتستخدم لغات سينمائية مختلفة، وده يعني مش بس هو الأمر الجيد، اللي بيكمل الأمر العظيم إنه جزء كبير جدا من أهلي أسوان بيحضروا مناقشات وبيسألوا وبيكون في دايما تجاوب، وأغلب المناقشات كانت بتزيد عن الوقت المخصص ليها، لأنه بالفعل الشباب الأسواني عنده اهتمام حقيقي بالفهم والتعرف على ثقافات أخرى. وشعوري جدا جدا جميل بهاي الدورة اللي كانت رائعة، سواء بالندوات ولا بالجمهور ولا بنوعية الأفلام، كان كتير شرف كبير أنه نتواجد هنا. فبنقول شكرا وبنقول مبروك وبالنجاح والتوفيق. خدنا جايزتين النهاردة، جايزة لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة الدولية، وجايزة اليورو ماد مناصفة مع فيلم بنات ألفة إخراج كوثر بن هنية، والمناصفة دي نفسها جايزة، يعني لأنه أنا حبيت قوي فيلم بنات ألفة. وبشكر عيلة دكتور محمد عبدالله دراز اللي وثقوا فيا أن يعمل الفيلم ده. الجايزة النهاردة الفيلم نور عيني، فيلم إنتاج هولندي مصري اتصور في 7 دول عن مشكلة الإعاقة البصرية حول دول العالم. أنا مبسوط النهاردة أن بيتم يعني تكريمه في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وإن شاء الله أتمنى القادم يبقى أفضل. ودي رسالة أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مش أبطال خارقين حول العالم، ولكن هم ناس عاديين عايزين يعيشوا حياتهم زينا، بس إحنا اللي ما نبقاش إعاقة في طريق حياتهم سواء نفسيا أو اجتماعيا. وشكرا لك. أسعيدة جدا بنجاح فيلمنا اللي هو تعيش أنت، وبجد بشكر المخرجين وبشكر مستر محمد على الفيلم الجميل ده، وبجد كانت تجربة جميلة جدا وسعيدة جدا ان انا جربتها معاهم. انا مبسوطة جدا جدا ان الفيلم اللي انا اشتركت فيه فيلم العجلة ان هو كسب في ورش المهرجان، وبشكر جدا مدام صفاء المخرجة بتاعتنا كانت رائعة، وكمان مستر سيد كان رائع بجد، مستر سيد عبد الخالق مدير الورش كان رائع. وانا مبسوطة جدا ان الفيلم كسب، ومرسي جدا للجنة التحكيم، مرسي جدا لادارة المهرجان، مرسي جدا لمستر محمد عبد الخالق ومستر سيد ومستر علاء حسن ابو العيلة، بجد شكرا ليهم جدا. سعيدة جدا 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 لحد السما بالجائزة، وبشكر ادارة المهرجان وبشكر مستر سيد عبد الخالق اللي تعب معانا وبذل مجهود كبير قوي، بشكر ابطال الفيلم والكروب بتاع الفيلم كله، لان هم يعني يستحقوا الجائزة عن جدارة.